احمد يونس، اهلا بيك، سعيده بوجودك معانا. انا اسعد والله، اللقاء المنتظر بقاله كتير. مستني الكنبه دي بقالي مده والله. ايه والله عارفه برتب لها يعني الكنبه دي. الحلم بقى اللي هو يعني الكنبه هوصل لك فحصل النهارده. يعني الكنبه حلوه يا جماعه، اللي عايز يعرف انا حلوه ونعمه ومريحه. اقول لك ايه، الحمد لله على سلامتك، ولا الباقي في حياتك، ولا اعمل ايه؟ الباقي في حياتي والحمد لله على سلامتي وموتة سعيدة لا بعد الشر وعود احمد كل حاجة. لا صحيح، انت قمت من النوم لقيت ايه؟ انا صحيت من النوم لقيت صحفي زميل ليا عمال يكلمني على التليفون، في ايه؟ فرديت يونس انت كويس؟ قلت له اه كويس. قال لي تعايش؟ قلت له في ايه هاني بقى، لخص صباح الخير. قال لي طب بص افتح الواتساب بتاعك وبعد كده نتكلم. ففتحت الواتساب لقيت الخبر ما كانش نازل بالشكل ان الناس شافته. الخبر ما كانش حقيقة وفاة، لا كان وفاة على طول، وفاة الإعلامي أحمد يونس بعد الصراع مع المرض. ما صرعت في المرض. يعني انت عندك مشكلتين، فجالي مشكلة الوفاة ومشكلة الصراع. مشكلتين والله يا جماعة، ده تعب في المعدة يعني، لسه ما عملش ما وصلش. ان شاء الله يا رب يبعد عنك كل سوء يا رب. ربنا يخليك ونسلمي. بعد كلمته قلت له هاني ايه ده؟ قال لي لا ده بجد، ده الخبر اتنشر في كذا مكان وقول لي واحنا نكذب. قلت له تكذب ايه؟ امي هكلم اخواتي بقى وامي الحق واعرف الناس قبل ما الخبر ينتشر. قمت بعت بقى على الجروب بتاع العيله الاول عندي في البيت، قلت لهم هتقروا ده هيوصل لكم باي شكل، انا حير ارزق، انا في السرير، انا ما فيش اي حاجه، هو مفطر دلوقتي. بتامنهم عشان ما يحصل لهمش صدمه. طبعا، لان الخبر حد بس ياخده هينتشر يعني. المشكله الاكبر عندي بقى في قلقي على المعلمين، عشان دول انا بعتبرهم ولادي، فلو حد فيهم شم خبر ممكن الاقيهم راحوا يستنوني على باب المقابر عشان الدفن يعني، ممكن اكيد يعرفوا انا محل اقامتي فين ويدوروا على المكان. فقمت منزل الخبر، مفيش دقيقه بعد ما نزلته الخبر اتعدل، اللي هو حتى مش عايزين يعترفوا ويقولوا ان هم فبركوا الخبر عشان ترافيك ولا عشان ده مش اللي هو ايه يعني ان اعتذر عن او خبر خاطئ. لا اللي هو بعد كده حقيقه وفاته، بعد كده عدلوا تعديل ثالث واحنا اطمأنينا عليه منه شخصيا وهو كويس وبنتمنى له حياه سعيده بقى ومش عارف ايه في اللي جاي يعني. بعد يعني كده اللي كتب خبر الوفاه ده يعني ما حاولش يكلمك؟ ما فيش، ما جاتلكش رساله حتى؟ هو مش هيحاول يكلمني لان الخبر ده واحد صحي من النوم مش عارف يعمل ايه، فعايز يجيب خبر يجيب مشاهدات. ما هي دي مشكلة آفة الإعلام يعني. فنعمل إيه؟ هو منزل بوست إنه تعبان مات، يلا. ما هو المنطقي قال تعبان، ويا جماعة كل شوية يتسول وأنا تعبان، ادعولي خلاص يلا ريح بقى يعني. يعني مثلا يعني الخبر ده مزعج أكتر مثلا، ولا لما يقولوا مثلا أحمد يونس اتجوز مثلا كده هموت برضه؟ دي موتة برضه. ليه بس؟ يعني انت احمد يونس انا متزوج واقول الحقيقه، ما انا عارف يعني. ما هو بقى لما يقولوا يعني انت بقى هتطمن مين ولا مين بقى؟ او لا اصل انا لو اتقلد اتجوز مش هلحق اكذب. والله ما هلحق لا يعني. لا هقول لك على حاجه، هصحى من النوم الاقي حد واقف لي قدام السرير. مش بس كده تخيل مين بقى اللي هيصدقك لما تكذب؟ يعني اشاعه الموت ان الواحد يكمل حياته عادي اهي اتفندت. تلحق تتكذب؟ تخيل بقى، شوف ده قدامك 25 سنه على مراتك تصدق ان انت ما اتجوزتش عليها. 25 بس؟ 25 انا قدامي 25 سنه للمعلمين و50 لمراتي و50 زيهم للراي العام ان انا ما اتجوزتش، فالحل اقوم اتجوز. لا بص هقول لك على حاجه، عارف قضى اخف من قضى؟ الحمد لله. الحمد لله.